بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وكان اللقاء مناسب للتباحث في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وخاصة فيما يحصل على صعيد حرب الإبادة المفتوحة من العدو الصهيوني على غزة والضفة الغربية، والتي تريد ليس فقط إطالة الحرب من أجل توريط الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي في حرب كونية على المنطقة وإدخالها في هذه الحرب، بل تصل إلى حد تهجير الشعب الفلسطيني كغاية يريدها نتنياهو. وقد استفدنا من هذا اللقاء من أجل أن نعرض لموضوع تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه من قبل النظام الليبي والتي طال أمدها، ولبنان بحاجة ماسة لوجود قامة كبيرة كالإمام السيد موسى الصدر، داعية الوحدة الإسلامية والوطنية والداعي الأول للمقاومة وامتشاق السلاح في وجه العدو الصهيوني، والتي نتمنى أن تنتهي على خير ويعود مع رفيقيه إلى أهله ووطنه. وقد استفدنا من هذه المناسبة في توجيه التعزية والتهنئة بشهداء حركة أمل وكشافة الرسالة الإسلامية والدفاع المدني، في كشافة الرسالة الذين صمدوا ويصمدون في وجه العدو الصهيوني ويؤدون خدمات جليلة لأهالي منطقة الشريط الحدودي ويواجهون العدو الصهيوني. وقد أكدنا لدولة الرئيس بري على الأمور التالية: أولاً، نعلن نحن في تجمع علماء المسلمين تأييدنا لكل ما ورد في خطاب دولة الرئيس نبيه بري الأخير في الذكرى 46 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ونتمنى أن يكون لندائه صدى إيجابياً لدى الشعب اللبناني وكل المخلصين من أجل إخراج البلد من المأزق الذي يعيش فيه. ثانياً، نؤكد على أن هناك سعياً حثيثاً من قبل العدو الصهيوني والمخابرات المعادية للأمة الإسلامية والعربية من أجل إيقاع الفتنة بين أبناء الشعوب الإسلامية والعربية، ولذلك نحذر من أي دعوات لهذه الفتنة، ونربأ بكل العاملين في الساحة السياسية والدينية أن يكونوا وقوداً لفتنة يعد لها العدو من أجل إضعاف مجتمعنا في مواجهة العدو الصهيوني وإضعاف المقاومة. ثالثاً، نعتبر أنه يجب على الدولة اللبنانية القيام بكل الخطوات اللازمة لضمان رعاية النازحين في أماكن نزوحهم وتأمين كل مستلزمات العيش الكريم لهم، ويهمنا أن نتوجه بالتحية لكل أولئك الذين فتحوا بيوتهم وقلوبهم للنازحين وأمنوا لهم كل مستلزمات الصمود، فشكراً لهم، وهذا تعبير عن حسهم الوطني الكبير. رابعاً، أؤكد كما قال دولة الرئيس نبيه بري أن هذه الحرب ليست حرباً نحن فتحناها على العدو الصهيوني، بل هي جبهة مساندة شعوراً منا بواجبنا القومي والإسلامي في مواجهة الاعتداء الصارخ على الإنسانية الذي يمارسه بنيامين نتنياهو، ونؤكد أن هذه المواجهات لن تنتهي إلا بعد إيقاف الحرب على غزة والضفة الغربية والوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، والحمد لله رب العالمين. يا الله.